بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد هنتكلم فيه النهاردة عن 10 علامات لو ظهرت عندك أو ظهر منهم على الأقل 6 علامات بيكون ده دليل على مشكلة موجودة عندك في الكبد. تعالوا مع بعض كده نشوف إيه هي العلامات اللي ممكن تظهر وممكن مشكلة الكبد. أول حاجة كدمات على الجسم، زي اللي ظهر على الشاشة قدامنا دي، بيكون في كدمات على الجسم بتاع الإنسان بيصحى الصبح، وفي بعض الناس بتشتكي من الحاجات دي، وده بيكون سببه مشاكل في الكبد، لأن الكبد بينتج بروتين بيكون مسؤول عن تجلط الدم. أما الكبد بيكون فيه مشاكل بيقل إنتاج البروتين ده، ويبدأ يحصل عملية نزيف، واللي بيكون السبب في الكدمات المتكرر. يبقى مشاكل الكدمات بيكون مشاكل للكبد، أو سبب من أسبابه مشكلة في الكبد عشان نقص البروتين اللي بيسبب التجلط. تاني حاجة وهو التعب الدائم. يعني ايه؟ يعني الشخص بيحس ان هو تعبان، بينام طول النهار وطول الليل، وبرضه بيحس ان هو عنده خمول، وما يكون بيقول لك انا بحس ان انا ما نمتش. فسبب من الاسباب دي بيكون ان في مشاكل في الكبد. خلي بالك احنا بنقول سبب من الاسباب، لان لابد ان هو يجتمع 6 اسباب من الاسباب اللي احنا هنذكرها على الاقل او اكتر طبعا، لكن لو في سبب او 2 ممكن يكون من اشياء تانية. ثالث حاجة رائحة الفم الكريهة، يعني ان الشخص بيحس ان الريحة بتاعت الفم زي ريحة الكبريت. يعني لو جيت جنب المريض وشميت ريحة الفم بتاعه بتحس كأنك بتشم ريحة كبريت. والسبب في كده سبب في مشاكل في الكبد، لان الكبد بيبدأ ان هو مسؤولية الكبد ايه اصلا، ان هو بيبدأ يخرج السموم من الجسم. فلو الكبد ما قدرش ان هو يخرج السموم كاملة من الجسم، بتبدأ تتراكم وبتبدأ تعمل عملية ريحة الكبريت اللي بتظهر في ريحة الفم. رابع حاجة هي الغثيان والقيء، وده من اول العلامات للإصابة بأمراض الكبد، وخصوصا لو الغثيان والقيء متكرر وان هو بدون سبب. يعني الشخص على طول عنده غثيان وعنده قيء متكرر بدون سبب. خامس حاجة وهو زيادة الوزن الغير مبرر أو المفاجئ. يعني الشخص وزنه مثلا 60 أو 70 كيلو، فجأة بقى 100 كيلو. طب إيه السبب؟ ده حاجة غير مبررة، نفس الأكل اللي بيأكله ونفس الشرب اللي بيشربه، كل شيء ده بيبقى نتيجة في الخلل، أو نتيجة لخلل في الكبد، بيبدأ يحصل عملية زيادة الوزن الغير مبرر. سادس حاجة هو الألم في الجنب الأيمن العلوي من البطن. يبقى الألم في الجنب الأيمن العلوي من البطن بيكون سبب من أسبابه هو مشاكل في الكبد، وبيكون مصاحب لخفقان في القلب. يعني بيبدأ يحس الشخص كأن في سكاكين بتقطع في المنطقة بتاعته، ولو أي حد حس بالحكاية دي لابد إن هو يتوجه للطبيب أو يتوجه للمستشفى مباشرة، ما ينتظرش أي حد، لأن دي بتبقى أعراض خطيرة. سابع حاجة عندنا هو غمقان لون البول. يعني إيه؟ يعني البول بيبقى أصفر شديد جدا أو لونه بني، فده بيبقى دليل على مشاكل في الكبد. بيبقى دليل على ايه؟ تليف في الكبد او الاستسقاء. بسبب ايه؟ بسبب تراكم مادة اسمها البيلي روبين في الدم، ودي المادة اللي بتبقى بتتكون من تكسر خلايا الجسم الميتة او خلايا الجسم القديمة، بتبدأ تتكسر فيطلع مادة البيلي روبين. طيب هي بتتراكم ليه؟ لان الكبد هو المسؤول ان هو يخرجها برا. طيب الكبد فيه خلل وفيه مشاكل، بيبدأ تتراكم في الدم وتبدأ تنزل في البول، ويبدأ يحصل ايه؟ يحصل غمقان في البول. تامن حاجة وهي حكة الجلد. حكة الجلد ودي بيكون سببها مشاكل في الكبد، وبيكون من الأسباب المبكرة، لأن السموم بتبدأ إن هي تتراكم في الدم، فيبدأ الكبد عايز يتخلص منها، فيبدأ يحصل مش قادر يتخلص منها، ويبدأ يحصل التهاب في الجلد ويحصل الحكة. تاسع حاجة هو تورم القدمين، وده بسبب ايه؟ بسبب انخفاض مستويات البروتين اللي هو الألبيومين في الدم، وهو بيتصنع في الكبد.
طيب لما يقل الالبيومين بيبدا يحصل ايه؟ تبدا السوائل بتمر في الدم للانسجه ويبدا يحصل عمليه التورم، وبتكون في الايدين وفي الرجلين، وكمان ممكن تحصل في الوجه. اخر حاجه وعاشر حاجه هو اصفرار الجلد والعيون، وده برضو زي ما قلنا ان البيليروبين، ماده البيليروبين اللي بتنزل في البول بتبدا كمان بدام ما بتقدرش الكبد ان هو يتخلص منها، بتبدا ان هي تبقى موجوده في الجلد وفي العيون، ويبدا يصفر الجلد وبتصفر ايه؟ بتصفر العيون. زي ما احنا كده بنقول ان ايه؟ ان الشخص بيبقى عنده الصفرة عاليه، فده بسبب ايه؟ بسبب خلل ومشاكل في الكبد. يبقى أنا عندي 10 حاجات، لو ظهر 6 من الحاجات دي يبقى أنت لازم أن أنت تتوجه للطبيب مباشرة، على أساس أن أنت تبدأ تكشف على الكبد بتاعك وتشوف هل فعلا في مشاكل ولا لا. طيب فرضا أن الشخص عنده حاجة أو حاجتين، فده ما بيقلقش، لأن طبعا التعب ممكن يكون إجهاد، ممكن يكون مثلا من نقص الحديد، الأنيميا، الكلام ده كله. طيب لكن لو ظهر 6 حاجات على الأقل من 10 اللي احنا قلناهم وهيظهروا قدامكم على الشاشة دلوقتي: كدمات في الجسم، التعب الدائم والمستمر، رائحة الفم الكريهة، الغثيان والقيء، زيادة الوزن المفاجئ، ألم في الجنب الأيمن العلوي من البطن، كمان رقم 7 غمقان البول، حكة في الجلد، تورم الإيدين والرجلين، وأخيرا اللي هو اصفرار الجلد والعيون. لو ظهر 6 من الحاجات دي يبقى لابد ان انت تتوجه للطبيب او تتوجه للمستشفى، واللي بدوره هيوجهك ان انت تبدأ تعمل تحاليل الكبد بتاعتك، علشان ان هو من التحاليل اللي هي الـ ALT والـ AST هيبدأ ان هو يطمن هل الكبد بتاعك سليم ولا الكبد بتاعك مش سليم. أتمنى ليكم كل الصحة، وأتمنى أن أنتوا تشيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا، على أساس الناس تستفيد ويعم الفائدة. شكرا ليكم وسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.